هو احنا بصراحة يعني ماتش كورة عادي، ما بنهتمش بالنتيجة، ما بنبصش، ما بنضايقش بعض، احنا بس بنقول بنضرب بعض. لا والله يعني بنتفرج على الماتش والله، وبنغيظ بعض ساعة الماتش وخلصت. يعني الأهلي كسب، الزمالك كسب، ساعة الماتش بعد ال 90 دقيقة خلصت خلاص، ما حدش يضايق فينا التاني خلاص. أنا عن نفسي أنا فرحان بقالي 10 سنين، ما زعلتش بقالي 10 سنين بقى، فاهم؟ عادي. يا سلام. طبعا بنصبح على كابتن احمد شوبير، وان احنا بنحبه جدا والله العظيم، وبنحب البرنامج جدا، وان شاء الله الاهلي يكسب تمام زي كالعاده. وعلى فكره انا اكتر واحد كنت بروح ماتش الزمالك معايا عشان تبقى فاهم، يعني انا بحب الزمالك والله العظيم. يعني ايام ما كان كابتن حسام حسن بيدرب الزمالك، احنا الاثنين بنعشق حسام حسن وكابتن ابراهيم، احنا الاثنين من زمان. فاول ما دربوا الزمالك فقلت لربيع بقول لك ايه، احنا لازم نروح ماتش الزمالك، فقال لي خلاص ماشي يلا، ولبس تيشيرت الزمالك معايا ورحنا قعدنا في المدرجات. لبس تيشيرت الزمالك واهلاوي ازاي؟ ما هو انا اهلاوي جدا، بس هو ايه، انا بحب حسام حسن جدا. انت جاي في اي حاجه؟ كنت بروح معاهم ماتش الزمالك واقعد في وسط مدرجات الزمالك واشجع الزمالك وانا قشطه يعني. حبا في حسام حسن ولا خوفا من اسس وجمهور الزمالك؟ لا، حبا في كابتن حسام وكابتن ابراهيم طبعا، واساندهم برضه يعني. اخوك برضه تقف جنبه. نخسر وبتاع، وانا الوحيد اللي فرحان في الاستاد. يعني الزمالك خسران وانا لابس ابيض من جوايا سعيد جدا، واللي حواليا كلهم زعلانين. اصلا والله العظيم بقف جون جامد جدا، وكنت نفسي اقف جون، بس الجون كبير قوي، فبقيت اقف في الجون اللي هو الخماسي الصغير ده. اه والله، بس الجون الخماسي بقى، تعالى العب ماتش اقسم بالله ما فيش حاجه جون يخش فيا والله بجد، اقسم بالله انا اتحدى اي حد في الاستوديو ما عادش عارف يجيب فيها جون. اس يعني تجيب منه جون من اي حته. اي حته في الملعب. طب كان بتشاطط بتخش؟ يعني من اي مكان، شوت من اي حته. لا بص، كنا بنلعب ماتش قبل كده وانا كنت واقف جون، وربيع معايا في الفرقه، وربيع كان ايه في خط النص، فشط كوره جت في العارضه في الجول عندهم ورجعت عندي طلعتها الكورنر. اقسم بالله لكسله. انا مش عارفها دي حصلت ازاي والله. تبقى صعبه جدا، دي اكتر واحده هتبقى صعبه، لان الاهلي مش قوي خالص، مش الاهلي الاهلي يعني، والزمالك شدت حيله والله. لا انا بقول لك اهو، انا اهلاوي بقول لك، الاهلي مش الاهلي، ما تفهموش مستوى الدوري ده، ماتش حلو ماتش، وبعدين ما فيش فريق ثابت، تحس ان اللعيبه كمان مش معترض عليه قوي، بس انا بقى يعني مش معترض عليه قوي، بس هو فعلا الاهلي انت مش ضامنه، فاهم يعني؟ كنا زمان بنبقى مطمنين خلاص، اهلي نازل هنكسب، هنكسب في اي وقت. دلوقتي ما تبقاش فاهم ايه اللي ممكن يحصل. بص، هو دايما كل ماتش الاهلي والزمالك لازم الاهلي يقول ان احنا مش جاهزين وان احنا هنتغلب مش عارف ايه، فجاه بيكسب برده. فالكلام ده خلاص بقى شبعناه، الماتش ده ان شاء الله بتاعنا، واحنا واثقين من فوز، والزمالك قادم 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 ان شاء الله. انا بحب جمهور الزمالك وبحب نادي الزمالك، وانا اهلاوي، ما فيش تعصب، ما فيش الجو دوت، ان شاء الله الزمالك يكسب 100 دوري كمان مش دوري واحد، وبالتوفيق ان شاء الله للزمالك في الماتش دوت، ويخسر 5-6. لا بس ان شاء الله اللي في الاول دول خلوني اشعرت. انا اقول لجمهور الاهلي، جمهور كبير طبعا ونادي كبير، ومفيش اي حاجه تحاول توقعنا في بعض، كلنا بنشجع الكره المصريه، فانتماء اهلي زمالك ده نادي، وبنتفرج على الماتش وبنبسط وخلاص، وباذن الله يعني الماتش يخرج بصوره حلوه، وكفايه بقى الزمالك يكسب، كفايه والله بجد تعبنا.